معلم في المرحلة الابتدائية ايوه يسأل ويقول أن ظاهرة الغش متفشية في وخصوصا في التعليم الابتدائي. والله انت مسألني سؤال محرج، نعم انت ستسألني سؤالا محرجا الآن، يعني كل لا فصول. عفوا عفوا لا لا يعني لا لا نريد ذاك أي لا لا، ما اصلا عارف الوضع، يعني هنا في مصر اهون من غيرها من الدول. في بعض الدول اللي نذهب اليها الطلبة في المدارس امر من إدارة المدرسة والاولاد راسبون أن ينجح الأولاد كلهم بتفوق 99% أو 95%، يعني مشكلة كبيرة أمر. فهل نقول للمدرسين كل المدرسين استقيلوا، ولا ماذا نصنع؟ المدرس يقول أنا صححته وهذه الدرجة، هذا الولد يستحق 30%. إدارة المدرسة تقول لا ارفع له 90. طيب يا جماعة كيف هو كده هتفصل؟ فأصبحت مشكلة كبيرة عمت بها البلوى في عموم المدارس في الخارج، إلا أندر من النادر التي تستقيم. فربنا يستر علينا وعليكم يعني. اللهم امين. السؤال يا شيخ، يعني اذا قام بعض الزملاء في بعض اللجان بالتساهل مع الاولاد، أنا أقول لك أنت هتكون شؤم على الفصل اللي أنت داخله، كل الفصول غشاشون. نعم وفتحين الباب على مصاريع، وأنت إذا خالفت الأولاد خلاص ضاعوا اللي معك. نعم فبقول زي قلت لك سؤال محرج.